وهنا أسجل شكر لفخامة الرئيس لأن هو وعد بإرسال سفينة مستشفى إلى لتقديم الخدمة الطبية لمن يحتاجها، يعني يحتاجها من المصابين الفلسطينيين. أيضا تحدثنا على أهمية إتاحة الفرصة والوقت إن إحنا نعمل على إطلاق مزيد من الرهائن ومزيد من الأسرى اللي موجودين في القطاع، وده من خلال تهدئة الموقف ما أمكن، تهدئة الموقف ما أمكن حتى نستطيع أن نعمل من أجل إطلاق مزيد من الرهائن والأسرى الموجودين لدى حماس. إحنا في مصر حريصين على أن إحنا نقوم بدور إيجابي جداً جداً في هذه الأزمة من خلال تفهمنا ومن خلال معاشرتنا للواقع، واقع تطور القضية الفلسطينية، وأن القضية الفلسطينية قضية القضايا بالنسبة لنا وبالنسبة لمنطقتنا، وأن الرأي العام العربي والإسلامي متأثر جداً جداً ومقدر جداً جداً قد إيه حل القضية دي هيكون ليه انعكاس كبير جداً جداً.